طبعا مش مجرد في الفقرة دي، لا ده احنا الفترة اللي جاية كلها هتلاقوا معظم كلامنا هينصب على المنتخب اللي طبعا يعني كلنا اكيد باختلاف انتماءاتنا والأندية اللي بنشجعها كلنا اكيد بندعم منتخبنا الوطني بكل تأكيد، منتخب الفراعنة اللي طبعا عشمنا فيه كبير جدا وبنتمنى فعلا ان هم يحققوا اللقب الثامن ان شاء الله. طبعا عندنا كلام كتير هنتكلم فيه في هذا الاطار مع ضيفنا اللي منورنا كابتن جمال السيد نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الخير، كل سنه وانت طيب. واهلا بالساده المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كده تكون سنه سعيده علينا يا رب. ونكون باذن الله كده على المنتخب القومي ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. باذن الله كابتن جمال منورنا كالعاده، وبحب قوي ان حضرتك دايما عندك تفاؤل، يعني قبل اي مباراه خاصه بالنادي الاهلي بيبقى عندك تفاؤل جدا. حتى دلوقتي المنتخب قبل الهوا بسال كابتن جمال بقول له ها ثالث ورابع ولا نهائي، قال لي نهائي. فعلى فكره مش كل الناس عندها وجهه النظر دي، خلينا نعرف من حضرتك بدايه كده متفائل ليه هذا العام او هذه النسخه وعلى اي اساس؟ طبعا مش بس فكره متفائل او لا، اتفضل فندم. احنا طبعا لو بصينا للمعطيات اللي عندنا السنه دي بالظبط او بدايه البطوله دي اعتقد انها معطيات جيده. بدايه طبعا من تالق محمد صلاح الرهيب طبعا في الدوري الانجليزي، ومحمد بقى ايقونه الشعب المصري، وشايف ان هو ان شاء الله يعني يستحق ان البطوله دي يعني تتكتب باسمه. هو شخصيا متعشم فيها جدا. بالظبط، هو مركز قوي رغم ان يعني مباراه تنزانيا الوديه ممكن ما تديكيش الاطمئنان قوي او ما تديناش الاطمئنان قوي، ولكن انا بتفائل بالجزئيه دي من بطوله 98 وفي بعض البطولات 2006 و2008 و2010 كان ممكن يعني المعطيات ما تديناش الايحاء ده قوي ان احنا رايحين نهائي، ولكن البطوله دي انا شايف ان شاء الله باذن الله يبقى في اصرار من لاعبتنا، وطبقا للاداء اللي ادوه قبل كده اعتقد ان هي بالارقام ارقام تحديدا مع مستر فيتوريا، اعتقد ان هو لعب حوالي 13 مباراه او 12 مباراه، اتعادل ماتش وخسر ماتش وبقيه الماتشات كلها مكسب. فشايف ان دي معطيات جيده بالنسبه لمنتخبنا القومي. بس انت واخد في الاعتبار المكسب كان ضد مين او على مين؟ طبعا كان في ناس كتير عندها تحفظات على اختيار المنتخبات او الفرق اللي بنلعبها بشكل ودي. حتى الماتشات الوديه وحتى تصفيات كاس العالم، حتى مباراه تصفيات كاس العالم احنا اتكلمنا قبل كده اعتقد برضو في اللقاء وقلنا ان القرعه ما فيش شك خدمتنا يعني، ولكن دايما منتخب مصر في المحافل الدوليه وخاصه في البطولات المجمعه بتظهر مستوانا بشكل كبير او بشكل جيد، يعني احنا لو حسبناها كل البطولات المجمعه بنجيد فيها على مدار التاريخ، حتى البطولات اللي احنا فقدناها الفتره اللي فاتت، احنا واصلين فاينل تقريبا ثلاث بطولات، ثلاث بطولات بالظبط، يعني خسرانين لا بطولتين في الثلاث اخر ثلاث بطولات واصلين فاينل بطولتين، خسرناهم ما وفقناش، ولكن شايف ان ان الاوان ان احنا البطولات دي ان شاء الله تبقى بتاعت منتخب مصر ونعيد امجادنا في 2006 و2008 و2010.